ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ايه ده؟ ايه ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود حجازي وفيديو جديد وردة فعل جديدة وأفضل وأجمل الكنترولات في تاريخ كرة القدم. معنا النهاردة حروس زيدان الأسطورة، نيمار الغدار، رونالدينيو، ميسي، ناس كتير. هنشوف النهاردة أفضل الكنترولات في تاريخ كرة القدم وانتوا احكموا مين الأفضل. يلا بينا نبدأ، ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة على النبي. أدي بقى حروز يا معلم. بص، حروز استلم الكرة بجنب رجله من بره، بوش رجله الخارجي، ونايم واحد وبصها صح. بص تاني اهي، وده وهران ورجع هو على تلمساه. انا عارف الاتنين في اتجاه واحد. شوف بقى الكنترول ده يا معلم يا معلم يا معلم. فاتح شنطة بياخد فيها الكرة او حاطط صبغة على الجزمة بتاعت الكرة. شوف الكرة وقفت ازاي يا جماعة، وفي وسط اربعة، يعني عمل الكنترول ده في وسط اربعة، واحد تاني كان لعبها بالدماغ. بص الكنترول ده، بص شوف ده. الواد اتقلب، الواد اتقلب. ورقص بقى طبعا وبصى. مش الكرة دي جت جول؟ يا ساتر، اوف، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ايه ده؟ ايه ده؟ ده كنترول وكوبري على صدره دي. يا معلم. يا معلم يا معلم، ايه ده يا جماعة؟ شايفين الكنترول؟ شايفين الكنترول؟ نيجي بقى للأسطورة. خلصنا حروز ونيجي للأسطورة زين الدين زيدان. شايفين يا جماعة؟ شايفين زيزو وكنترولاته على كتفه. ايوه يا سيدي يا رايق. دي بالكعب برضو، ودى الود وهران ورجع هو على تلمساه. دي طبعا جاب الكورة قبل ما تطلع بره. يعني كنترول هو في الهواء يا جماعة، كنترول هو مش واقف على الأرض أصلا. لسه برضو مع زيدان. يا معلم يا معلم يا معلم، أدي واحدة والتانية والتالتة بالكعب. زيدان يا جماعة، زيدان يا جماعة، ده واحد من ضمن الناس اللي حببونه في كرة القدم، هو وبعدين أبو تريكة. مين ده بقى؟ نيمار الغدار. أيوه يا سيد، أحلى واحد يمثل نيمار الغدار. الكرة جاية سهلة، بس وطبعاً نيمار ما كانش نيمار هيستعرض يا جماعة. مين اللي هيستعرض؟ ده بيستعرض في الفاول. أدي تاني كنترول لنيمار برضه بنفس الطريقة. تقريباً الحركة بتاعت نيمار دي مكررة، يعني بيستلم بقى الكرة كتير أوي. وده كنترول بظهره بس ما عملهاش طبعا. احلى واحد كان يعمل الحته دي رونالدينيو، يمكن له كنترول معانا في الفيديو زي كده. لسه مع نيمار برضو، دي ثالث مره او رابع مره يستلم الكره بنفس الطريقه. الحركه دي مكرره لنيمار. يعني نفس الحركه يا جماعه، تقريبا نيمار كل حركاته مكرره. ده بقى مارسيلو. مارسيلو طبعا من افضل الناس اللي بتستلم كنترولات في تاريخ كره القدم. يعني شايفين يا جماعه، شايفين ودى الواد فين ورجع هو فين. عندنا في الدوري المصري لو واحد جه يستلم كره زي كده كنترول قدامه وبتطلع ضربه مرمى. اه والله. بتطلع ضربه مرمى على طول. الكره نازله واقفه عارفه مكانها، مفيش مجال للهزار. يا معلم يا معلم يا مارسيلو. شفت دي بقى يا جماعه؟ شايفين يا جماعه الكنترول؟ روح يا حبيبي مع السلامه. ده بقى الاسطوره يا جماعه، ده من وجهه نظري المتواضعه جدا افضل من لمس الكوره في تاريخ كره القدم، رونالدينيو كمهاره طبعا. ده مش حاطط صمغ، ده عامل مصنع صمغ على رجله. بقفاه، عمل الكنترول بقفاه والكره جت قدام مش بقفاه ورجعت ورا. يا معلم ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ يا ساتر، وفي كده
والنبي يا ابني ما انا الاقي كلام اقوله لك. ليو خلصنا رونالدينيو ونيجي ليو ميسي. تقريبا يا جماعه 90% من كنترولات ميسي بجوان يعني. انا اول كنترول خد وراح على طول في الجون، عارف انا جنى لو مش ميسي اللي هيحط كنترول جون مين اللي هيحطه يعني؟ انا بفقده ده ليو ايام الشباب على طول برضه في الجون. يا معلم يا معلم يا معلم، الواد اللي واقف في الجون ده بفكرني بنفسه وانا صغير. مين ده؟ هو برضه ميسي مع منتخب الارجنتين على صدره على طول في الجو. على طول يا جماعة، عارفة مكانها لو مش ميسي هيحط جول من الكنترول، انا اللي هحطه. ده برضو كنترول مش واو يعني، بس عرف ياخد الكورة بعد الكنترول. ده مين ده بقى؟ عازف الليل مسعود أوزيل. حبيب أوزيل، انا بحب أوزيل جدا يعني، راجل صاحب رسالة، بس مش بيلعب كورة من اجل الكورة. بص بص، روح انت بكتفك وتعال يا كورة. شايفين الكنترول ده يا جماعة؟ بص يا جماعة، بص بص بص، ومعاه احتكاك مش لوحده يعني. نيمار كان بيعمل كده حركة نيمار قريبة من كده بس لوحده، ده معاه واحد تاني. لسه مع أوزيل برضو. ده مين ده بقى؟ سانشيز؟ ايوه يا معلم، الاسطوره ده مين ما يعرفوش. ايوه يا زيد. تاني كنترول لسانشيز. التالت على طول على الجول يا شيخ روحي. الكنترولات ده يا جماعه من اهم الحاجات في كره القدم يعني، ممكن يعني تخليك تروح على الجونه وتطلع الكره بره، زي عندنا في الدوري المصري كده، بيعمل كنترول بيطلع ضربه مرمى. او كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات لو عايزين النوعيه دي من الفيديوهات دايما اكتر منها في الفتره اللي جايه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.